حقيقة القطاع الصحي في فلسطين وفي قطاع غزة بالذات يواجه تحديات كبيرة. في قطاع غزة هناك حالة من الحصار التي تدوم أكثر من 10 سنوات تؤثر على مجمل الحياة الاجتماعية من ضمنها الصحة. هناك عدم تطور في القطاع الصحي، هناك العديد من القيود على تحرك العاملين في الجهاز الصحي للوصول إلى أماكن تدريبهم خارج قطاع غزة، هناك أيضا نقص في الموارد المالية اللازمة لتمويل القطاع الصحي وتقديم الخدمات الصحية. كل هذا يؤثر بمجمله على تطور الخدمات الصحية، وهناك أيضا بالمقابل هناك زيادة كبيرة في السكان التي يلزمها تطوير هذا القطاع، وفي 10 سنوات الأخيرة لم نجد مثل هذا التطور قد حصل. لذلك نجد أن أعداد المرضى المحولين إلى خارج قطاع غزة قد تضاعف في 10 سنوات الأخيرة بالرغم من محاولة تطوير القطاع الصحي. نجد أن هناك مقابل 8000 مريض قد تم تحويلهم في عام 2006، اليوم في عام 2016 هناك حوالي 20000 مريض وهم بحاجة إلى مستمرة إلى العلاج. العديد من الخدمات غير موجودة في قطاع غزة مثل عمليات القلب المفتوح، هناك العمليات الثالثية، هناك العديد من المرضى التي يتم تحويلهم بسبب نقص المواد الطبية مثل الأدوية والمستهلكات الطبية، وهناك بالمقابل هناك قيود على حركة المرضى. فنجد أن لكل 100 متقدم للطلب هناك موافقة على 69 و31% لا يتم منحهم تصاريح للخروج خارج قطاع غزة. شايف كيف كل كم شهر بفتح المعبر؟ المفروض اللي 4 شهور انا طالع. فتح الفات طلعت ورجعونا المصريين. اطفال، مرضى مش قادرين، يومين إلنا واحنا على الكراسي، رجلينا ورمت مش قادرين. أنا الدكتور محمد نصار، استشاري الهلال الأحمر القطري لجراحة القلب في قطاع غزة. طبعاً إحنا ذاهبين إلى العمل اليوم ككل يوم إلى مستشفى الشفاء. طبعاً كان متطلب من متطلبات قطاع غزة إنه يكون في جراحة قلب تغطية يعني مرض منتشر بشكل كبير جداً. طبعا احنا وصلنا في مرحله كانت الازمه في ذروتها من صعوبه التحويلات اللي كانت موجوده او العلاج بالخارج. اجرينا يعني عدد كبير جدا من العمليات في الفتره الاولى. كان في قائمه انتظار طويله جدا. صباح الخير، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ حاليا احنا بنجري في مجمع الشفاء الطبي حوالي 25 الى 30 عمليه شهريا في مبنى الجراحات التخصصيه في مجمع الشفاء الطبي. العمليات يعني اصبحت روتينيه، وفي عمليات معقده جدا على شريان الاورطي وعمليات جراحه قلب اطفال سواء كانوا حديثي الولاده او بعمر اكبر. يعني اصبحنا خففنا عن المرضى يعني كثير من المعاناه، خصوصا في موضوع السفر والعلاج بالخارج والمشاكل اللي يواجهوها في هذه الامور. طبعا الهلال الاحمر القطري عندما بدأ تدخلاته بالعام 2003 كان القطاع الصحي يعاني من مشاكل كبيرة، أهمها عدم توفر
الخدمات الصحية النوعية، مما يستدعي تحويل الآلاف من المرضى للعلاج بالخارج. وكان باكورة مشاريع الهلال الأحمر القطري بالعام 2003 هو ابتعاث مجموعة من الأطباء الشبان من قطاع غزة إلى دولة قطر للتخصص هناك، حيث عاد هذه المجموعة عادت في العام 2010 وما بعدها، وبدأت تقدم خدمات صحية متقدمة في مستشفيات القطاع. صاحب ذلك عدة مشاريع نفذها الهلال الأحمر القطري لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، حيث تم إنشاء عدة مراكز صحية متطورة. وحالياً يتم تنفيذ مشروع ضخم، وهو تجهيز مبنى الجراحة التخصصي في مستشفى الشفاء، والذي سيستوعب على الأقل 11 تخصص جراحي فائق الدقة. سيساهم هذا المشروع في تقليل الحاجة لتحويل المرضى للعلاج بالخارج. على سبيل المثال، في مجال جراحة القلب أصبحت ثلثي جراحة القلب التي كانت تحول إلى الخارج يتم تنفيذها داخل مستشفيات القطاع. وكان الممول الرئيسي والشريك الرئيسي للهلال الأحمر القطري هو البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار قطاع غزة. وكان هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها أيضا بتمويل شعبي من دولة قطر. تقريبا من 6 شهور صار عندي وجع في القلب، فعملت تحاليل وفحوصات، قالوا لي بدك عملية في الضفة، فارتفضت، خيروني اطلع على مصر. الجانب المصري برضو وضع سيء، يعني فيش مجال، فقررت اني اعملها هنا في مجمع الشفاء دكتور محمد نصر، والحمد لله حاليا بمارس حياتي عادية في تمام الحمد لله، صحتي تمام والحمد لله. يعني الإضافة للمبنى هذا الكبير في قطاع غزة وفي مجمع الشفاء الطبي ساهم إسهام كبير في تطوير العمل الطبي. 2، أيضا قلل من قوائم الانتظار للمرضى اللي بينتظروا العمليات المجدولة. فالعمل الطبي الآن نحن مطمئنين، وهو بجهود الخيرين، أنه الآن بدأ يتحسن تحسن كبير، وهناك يعني إشارات ملحوظة إلى تطور العمل الطبي على صعيد التطور التقني للتجهيزات والمباني، وأيضا على صعيد تطوير الكادر الطبي في قطاع غزة. أنا الدكتور علام فايز أبو حامدة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم حضانة الشفاء. تم ابتعاثي من خلال الهلال الأحمر القطري، وبعد عودتي لقطاع غزة كانت الأمور صعبة جدا، لكن تغلبنا عليها الحمد لله رب العالمين. وبتبرع سخي من الهلال الأحمر القطري ب 16 جهاز مراقبة اللي هي المونيتورز، تم انخفاض نسبة الوفيات من 25% ل 7%، يعني احنا في فترة قصيرة جدا أنقذنا أكثر من 500 طفل من موت محقق. كما تبرع الهلال الأحمر القطري في 2011 في تأسيس حضانة مستشفى النصر. يمكن أنا كنت أحد المحظوظين أن فزت بمنحة الهلال الأحمر القطري للتخصص في جراحة المخ والأعصاب في دولة قطر الشقيقة. بعدها عدنا إلى قطاع غزة للوطن، قمنا بتأسيس مركز جراحة المخ والأعصاب بتمويل ودعم من الهلال الأحمر القطري. هذا المركز مركز متميز بما يحتوي من أجهزة وطاقم. قام هذا المركز ببدء بإجراء عمليات جراحية نوعية كجراحات أورام الدماغ وجراحات أورام العمود الفقري، وكذلك تثبيت كسور العمود الفقري لم تكن تجرى من قبل. المركز يشهد إقبال كبير من المرضى، تضاعف عدد المراجعين في العيادة الخارجية سنويا من 2000 إلى حوالي 7000 مريض. بنجري حوالي ما يقارب 300 جراحة نوعية في العام، وبنطمح للمزيد من العمليات الجراحية في المستقبل القريب وبدعم الهلال الأحمر القطري.
تم تأسيس قسم التأهيل الطبي في مستشفى مدينة الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في عام 2013 تماشياً مع سياسة الجمعية لتقديم الخدمة لأهلنا الأكثر تهميشاً وعوزاً في المجتمع وهم الأشخاص ذوي الإعاقة. حالياً عندنا في قسم التأهيل الطبي موجود أجهزة على أحدث مستوى، وطبعاً جاء تأسيس القسم بالتعاون مع أشقائنا في الهلال الأحمر القطري وأصدقائنا في الحركة الدولية لجمعية الصليب والهلال الأحمر الدولي. أنا طبعاً أول مرة أشوف مكان للعلاج الطبيعي، للعلاج الوظيفي، حاجات كتير أنا ما كنتش أعرفها، أجهزة موجودة تعاملوا فيها مع بنتي، المكان كتير مرتب وكتير نظيف، والطاقم كان كتير ممتاز يعني متعاون معنا، والحمد لله تحسنت حالتها أحسن من قبل وصارت تعتمد على حالها بشكل كامل تقريبا. نحن بالهلال الأحمر القطري نعي تماما أن مشوارنا لا زال طويلا نحو تطوير القطاع الصحي، لكننا ملتزمون بهذا المشوار، وهذا ينطلق من خلال شعار نفوس آمنة وكرامة مصونة. هذا هو الشعار الذي يحمله الهلال الأحمر القطري، ونسعى من خلاله إلى تطوير الخدمات الصحية للمواطنين في قطاع غزة للوصول إلى حالة من الاكتفاء الذاتي نحو تقليص عدد المرضى المحولين للعلاج بالخارج إلى أقل قدر ممكن من خلال تنفيذنا الخطة الاستراتيجية الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية. نحن واثقون أننا سنصل إلى هذا الهدف المنشور.